يا جماعة لو الشيطان عمل حساب على الفيسبوك أو على التيك توك أو غيره لتشوف آلاف من المسلمين رح يتابعوه ويدعموه ويعجبوا بمنشوراته لا تستغرب من كلامي لأنه لما عم تشوف مسلم عم بيشارك منشور فيه حرام ويضيع ماله بدعم التافهين هيك أعمال بشو تفرق لو كان عند الشيطان حساب وتابعه كثير من شياطين الإنس عاملين حسابات ما بهم من الحرام المهم ينشهروا قال الله وزين لهم الشيطان أعمالهم أنت يا مسلم ليش لتعمل إعجاب أو تدعم هيك حسابات الشيطان بيفرح لما بتكون جند من جنود وبتضيع مالك وتدعم الحسابات الهابطة يلي ما بترضي الله الشيطان بيفرح لما أنت بتعمل تاغ لرفيقك مشان يشوف فيديو فيه حرام الشيطان بيفرح لما يحقق هدفه ويغوي الناس هو هيك قال صراحة لأغوينهم أجمعين يا جماعة الله حذرنا من الشيطان لما الله قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ونحن ما عم نتعظ بهالزمن كتير صارت الوسوسة سهلة على الشيطان لما يجي ليوسوس يشوف شياطين الإنس عاملين أكثر من يلي هو بده إياه بس ناقص ياخد دروس عندهم ويفتح الحساب والله